بسم الله الرحمن الرحيم. اتكلمنا في الدرسين اللي فاتوا عن شوية حاجات كده في الإكويشنز، وقلنا إن هي كانت مجرد تمهيد للدرس دوت. الدرس دوت أهم درس في الوحدة، أهم درس ممكن أقول في المنهج ده أصلا في الألجبرا. ليه أهم درس؟ أهم درس عشان الدرس دوت زي ما تقولت في الفيديوين اللي فاتوا إن الدرس دوت كمل معايا لحد ما أخش إن شاء الله بإذن الله الجامعة. اللي انا هعمله دلوقتي دوت هفضل اعمله في الماس لحد ما اخش جامعه، فبعد اذنكم نركز شويه ماشي ونحاول نفهم مع بعض واحده واحده كده، والموضوع هيبقى بسيط وسهل ولذيذ ان شاء الله مع كتر الحل زي ما اتفقنا. الماس حل، نقعد نحل هنلاقي نفسنا الموضوع بقى جميل وسهل وبسيط خالص 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 ماشي. وانا مش هسيبكم طبعا، انا خلاص ده اخر درس في اليونت ديت، هنخلصه ان شاء الله باذن الله، وبعد كده نعمل ايه؟ نحل بقى الاكسرسايز اللي على اليونت 2 كلها ماشي اتفقنا. فما تقلقوش، احنا هنخلص بس الدرس دوت وان شاء الله نفهمه كويس جدا جدا جدا، وبعد كده نعمل ايه؟ نحل الاسئله بتاعه اليونت كلها بتاعه الايكويشن. طيب نقول بسم الله كده ونبدا. لو شفت حاجه زي كده خليكم بقى سيبكم من المعاصر، انا كده كده طبعا هشرح الكلام اللي في المعاصر، بس المعاصر طبعا ايه مكبر ومهول الموضوع جدا، فانا مش عايز ايه احسسكم ان الدرس صعب خالص، بالعكس الدرس جميل وسهل خالص. فايه نسيبنا من المعاصر شويه وايه ونركز هنا شويه. لو شفت منظر حاجه زي كده الكلام ده معناه ايه؟ اكنه بيقول لي هنا كام بلس 2 صح، بلس ايه؟ كام بلس 2 ايكوال 5، لان الاكس اتفقنا ان هي فاريبل يعني متغير، يعني انا معرفش هنا الاكس بكام صح. ممكن الاكس تبقى ب 1 ب 2 ب 3 ب 4، بس انا هنا بقى لازم اعرف الاكس بكام. ليه؟ عشان المفروض ان الرقم دوت بلس 2 يديني 5 صح. طب انا اعرف ازاي الرقم ده بلس 2 ايكوال 5؟ مش احنا اتفقنا او احنا خلاص بقى معانا الاله فممكن احسبها صح. كام بلس 2 ايكوال 5؟ عشان لو عملت 5 ماينس 2 هيديني الرقم ده صح، يعني هيبقى كام مثلا؟ هيبقى 3 صح. اهي لو عملنا 3 بلس 2 ايكوال 5 صح كده، يبقى كده الاكس ايكوال كام؟ انا خلاص عرفت انا كده قيمه الاكس عندي، يبقى الاكس ايكوال كام؟ 3 صح. طب ليه 3 يا مستر؟ عشان لو حطيت هنا 3 وعملت لها بلس 2 تديني ال 5 اللي هي في الايكويشن عندي. طب كمان واحده كمان واحده كمان واحده، نعمل كمان 20 واحده، ايه المشكله؟ طيب عندي مثلا اكس اهيت، ولا نخليها واي المره دي؟ خليها واي. هتفرق؟ لا مش هتفرق، انا معرفش، هو مجرد رمز. مثلا ماينس 7 ايكوال 3، كام ماينس 7 ايكوال 3؟ ها هعمل رقم اعمله ماينس 7 هيديني 3. مين الرقم دوت؟ 10 صح. طب انا عرفت ازاي ان 10؟ هقول لك ازاي دلوقتي، يعني الخطوه اللي بعد كده هقول لك ازاي نحلها، بس انا بس بقول بوريك ان ازاي بتعرف قيمه واي دلوقتي ماشي. طب تيجي نجرب كده، 10 ماينس 7 ايكوال كام؟ ها 10 ماينس 7 ايكوال كام؟ 3 مظبوط. يبقى كده انا خلاص عرفت الواي، عرفت ان الواي ايكوال كام؟ ها ايكوال 10. طب ازاي بقى بعرف قيمتها؟ يعني انا بحلها ازاي؟ بفضل يعني احسبها بدماغي وكده؟ لا ولا بالاله، بعملها ازاي؟ بطريقه جميله قوي. اهي مثلا تعالوا نشوف مثلا السؤال ده بتاع الواي ماينس 7 ده ايكوال 3. طرق او طريقه هنعملها في كل المسائل بعد كده. بنعمل ايه عشان اعرف الواي بكام؟ انا طبعا بعمل كل الكلام ده عشان اعرف الواي بكام صح، في الاخر عشان احطها هنا واطلع الناتج عشان اتاكد. عشان اعرف ان الواي بكام دايما لازم الواي تبقى لوحدها في طرف لوحده. انا طب يعني ايه طرف؟ انا مش فاهم حاجه. الطرف دوت اللي هي الحته دي اللي هي المكان الايكوال بتقسم لي الحته دي ناحيتين، الناحيه دي والناحيه دي ماشي. يبقى ده الطرف الشمال ماشي، الليفت هاند سايد او الليفت اللي على الشمال، وده الرايت اللي على اليمين او ايدي اليمين اهي اللي باكل بيها وايدي الشمال ماشي. طيب يبقى الواي عايزه تبقى لوحدها في الحته دي. طب مين اللي مضايقها هنا؟ ها النيجاتيف 7. طب اوديها فين؟ في مكان تاني اوديها فيه؟ يعني ممكن اجيبها هنا مثلا. طب ما هتبقى برده في الشمال، فاوديها فين؟ هوديها الناحية التانية. طب هو ده ينفع في الماس يا مستر؟ ايوه ينفع، وده الجديد بقى اللي هنتعلمه المرة دي.
ان انا ممكن انقل ده هنا وده هنا عادي مفيش مشكلة. طب بينقل كده من غير ما يدفع فلوس ولا يعني ببلاش كده بيعدي ببلاش؟ لا طبعا ما بيتعديش ببلاش. امال بيعدي ازاي؟ بيتقلب اشارته. يعني لو هو ماينس اهي دي ماينس 7 صح، بيتحول لبلس، ولو بلس يتحول ماينس. يعني ايه الكلام دوت؟ تعالوا نشوف في دي الاول بعد كده نحل واحده تانية. دي ماينس 7 اهي، لو حولتها تبقى كام؟ تبقى بلس 7. طب لما تروح هنا تبقى بلس 7، يبقى هنعملها بقى في واحده تانية دلوقتي. يبقى هنا خلاص انا كده بقت الواي لوحدها صح؟ ايكوال الـ3 عملت فيها حاجه؟ لا، يبقى تنزل زي ما هي. والنيجاتيف 7 بقت كام؟ بقت بلس 7. طب 3 بلس 7 ايكوال كام؟ ها 7 8 9 10 10 صح؟ ها يبقى الواي ايكوال كام؟ نزلت الواي زي ما هي، الواي ايكوال 10 اللي هي جبناها هنا. طب ينفع يا مستر انا اقعد اعمل كل دي كل مره؟ للاسف اه، او مش للاسف، دي اسهل لك. يعني انت لو عرفت خلاص الطريقه ديت مش هتقعد بقى توجع دماغك. طب هو كان هعمل رقم كام ماينس ايه، طب كام بلس ايه والكلام ده كله. لا ده بالعكس، دي اسهل بكتير، ودي اللي هنستخدمها طول حياتنا بعد كده في الماس. طب كمان واحده، كمان واحده طبعا عشان نثبتها. ناخد مثلا، طب نبص هنا على اي ايكويشن معاصر كاتبها. مثلا اهي اكس بلس 6 ايكوال 8. انا عايز اعرف الاكس دي ايكوال كام. يعني انا عايز اعرف الرقم دوت بلس 6 ايكوال 8. انا عايز اعرف هنا بلس كام، انا عملت هنا بلس كام. هم جاي اعمل ايه؟ اتفقنا الاكس او الواي ايا كان عايز يبقى لوحده في المكان صح كده، ما بحبش حد جنبه، عشان نعرف قيمته لازم يبقى لوحده. طيب مين اللي مضايقه؟ ها البلس 6 صح. طيب هنوديها فين؟ في مكان تاني تروح فيه، اتفقنا فيه شمال ويمين. ها تروح فين؟ هي هنا اصلا في الشمال، نوديها فين؟ ننقلها اليمين. طيب هتروح تعدي كده من غير ما تدفع فلوس؟ لازم تدفع. طيب الفلوس بتاعتها ايه؟ هتعمل لها ايه؟ نغير لها اشارتها صح؟ هي بالبلس، تروح الناحية التانية بالايه؟ بالماينس صح؟ تروح بماينس 6 صح؟ طب تعالى ننزل بقى الكلام ده هنا. خلاص الاكس بقت لوحدها في طرف صح؟ ايكوال، خلاص انا دي بقى مشيت خلاص راحت هناك. ها اكس ايكوال، الايه عملنا فيها حاجة؟ لا زي ما هي. ماينس كام؟ ماينس 6 ايكوال كام الكلام ده بقى؟ 8 ماينس 6 ها بالآلة لو مش عارف صح؟ اهي 8 اهي، تشيل منها 6 يطلع لي بكام؟ 2. يبقى اكس ايكوال 2. وعشان اتأكد طبعا بعمل ايه؟ قوم جاي حاطط ال 2 دي هنا في اللي هي السؤال الأساسي بتاعي، بجربها 2 بلس 6 ايكوال 8 يبقى صح. يبقى الاكس بتاعتي دي صح. بروح بعوضها في الايكويشن الاساسيه اللي عندي، اللي هو السؤال اصلا اللي كان مديهوني الراجل في الاول، اللي هو بيقول لي اكس بلس 6 ايكوال 8. واقوم جاي واخد بقى الاكس اللي طلعت لي دي واحطها هنا. لو طلعت صح، يعني لو طلعت هي طلعت بتقول اكس معايا صح، اقوم جاي حاطط 2 هنا واقول 2 بلس 6 ايكوال 8، يبقى انا كده صح، يبقى انا كده 100 100 ماشي. كمان واحده، كمان واحده طبعا. احنا ورانا حاجه، احنا هنقعد نحل في الايكويشنز دي طول حياتنا. مش هقول لك معايا دلوقتي ولا الدرس اللي جاي ولا اللي بعده، لا ده طول حياتنا نقعد نحل في الايكويشنز دي ماشي. فما تستعجلش ان انت تفهمها دلوقتي، مفيش مشكله. طب تعالى ناخد دي كده اكس ماينس 3 ايكوال 5، ما نقولش اي حاجه جديده، كل حاجه متكرره اهي ماشي. طيب عايز اعرف الاكس بكام؟ هعمل ايه اللي مضايق الاكس؟ الرقم اللي جنبها. طيب الرقم اللي جنبها ده اوديه فين؟ ارميه فين؟ في مكان تاني، هو شمال ويمين بس. يبقى ما دام على الشمال اقوم جاي ناقله على طول فين؟ على اليمين. طب هيروح كده من غير ما يدفع الفلوس بتاعته؟ لا لازم يدفع. طب الفلوس بتاعته هتعمل فيه ايه؟ تعكس اشارته صح. هو دلوقتي بالنيجاتيف، لما يروح الناحيه التانية يبقى بالايه؟ بالبلس، بالبوست. طيب يبقى تعال ننزل كده بقى، هي راحت هناك بالبوست في 3 ونلغي دي بقى خلاص مبقتش موجوده. يبقى الاكس ايكوال تنزل زي ما هي اهيت. الفايف عملنا فيها حاجه؟ لا. بلس 3 يبقى الاكس هتبقى ايكوال كام؟ 5 بلس 3 ايكوال كام؟ 5 6 7 8 8. وعشان اتاكد زي ما اتفقنا قوم جاي معوض بالاد دي في المعادله الرئيسيه بتاعتي، هنطلعها هنا بنضافه كده في الاول. اكس ماينس 3 ايكوال 5 صح، كانت كده قبل ما نعمل فيها اي حاجه صح. قوم جاي معوض بالاد دي هنا واتاكد اشوف صح ولا لا. الاكس بقت، الاكس بقت 8 خلاص صح. ماينس 3 ايكوال 8 ماينس 3 ايكوال 5 يبقى صح ماشي. لو الرقم اللي هنا
طلع مثلا، مثلا اكيد يعني ممكن في ناس تتلخبط، مثلا طلع هنا مثلا 7 ماشي، وجيت عوضت بيه في الايكويشن طلع لي 7 ماينس 3 ايكوال كام؟ ها 4 5 6 7 طلع 4، يبقى على طول غلط، لان الايكويشن بتاعتي كان لازم يطلع الناتج كام؟ 5، يبقى لازم يطلع 5 ماشي. فده اللي بيأكد لي الناتج بتاعي صح ولا لا، لما امسك الرقم ده واحطه في الايكويشن الاساسية لازم يطلع لي الرقم بتاعي في الاخر ماشي. برضو لغاية دلوقتي لو مش فاهم ما عنديش اي مشكلة ان احنا نشرح تاني ونعيد تاني، ما فيش اي مشكلة ماشي. اتفقنا الدرس المفروض ما يبقاش صعب ولذيذ وجميل، وحتى لو صعب هنقعد نحل لحد ما يبقى سهل وجميل خالص، ما فيش اي حاجة. في المعاصر مطول قوي في شرح الموضوع وبيتوهك ويوديك يمين ويوديك شمال ومديك طريقتين في صفحة 73 اللي هي 73، بيديك طريقتين تحل بيها، بس احنا هنحل بالطريقة اللي على اليمين اللي هي ايه، نودي الناحية التانية وكده، انما الطريقة اللي على الشمال دي سيبكم انها مش هتستخدموها تاني بقية حياتكم ماشي. كمان سؤال، كمان سؤال بس كده، تعالوا بالتراي باي يور سيلف اللي موجودة في بيج 73 في المعاصر اهو. مثلا بيقول لي x minus 5 equal to، نفس الكلام بالظبط. هعمل ايه؟ انا عايز اعرف قيمة ال x. طيب ال x عشان نعرف قيمتها لازم تبقى لوحدها، ما ينفعش تبقى مع حد جنبها. طيب مين اللي خانقني هنا جنبي؟ ال negative 5. طب اعمل فيها ايه؟ هم جاي موديها الناحية التانية صح، مفيش مكان تاني اوديها فيه، هو شمال ويمين. طيب هتروح الناحية التانية زي ما هي كده بالنيجاتيف؟ لا، هتتقلب اشارتها صح، هتقوم جاي رايحة هنا بالايه، بالبوزيتيف صح، ونلغي دي خلاص، بقت اكس ايكوال ها تو تنزل اهي زي ما هي بلس 5 اللي هي كام؟ 2 بلس 5 دي ها، يبقى الاكس ايكوال كام؟ 7 ماشي. طيب تعال نحل الرقم بي كمان، بيقول لي x plus 1 equal 5 ماشي، عايز اعرف قيمة ال x بكام. ها هو بيقول لي solve each of the following equation، solve يعني اعرف لي قيمة x بكام ماشي. طيب عايز اعرف قيمة x، مين اللي مضايقني هنا في ال equation بتاعتي، او مين اللي مضايق ال x عشان مش عايز اطلع الرقم بتاعها؟ ها ال plus 1 صح. طيب هوديها فين؟ هوديها الناحية التانية، هتروح بالبلس زي ما هي كده؟ لا طبعا، ما دام عدت نعكس الشريط على طول تبقى ماينس 1 ماشي، ونلغي دي خلاص، عدت الناحيه التانية خلاص ما بقتش موجوده هنا، بقت اكس ايكوال 5 ماينس 1 صح، اللي هي 5 ماينس 1 ايكوال كام؟ 4، يبقى اكس ايكوال كام؟ ايكوال 4 ماشي. وزي ما اتفقنا بنعوض برضو عشان نتاكد، الفور دي هحطها في الايكويشن الاساسيه بتاعتي اللي هي كانت ايه، اكتبها هنا بنضيفها تاني، x plus 1 equal 5، حط ال 4 دي هنا على طول هيطلع لك الناتج مليون في المية صح، اهي 4 plus 1 equal 5 ماشي. يا رب نكون فهمنا الجزئية دي كويس قوي ماشي. ده يعتبر نص الدرس، فان شاء الله هنكمل النص التاني في الفيديو اللي جاي ان شاء الله.